استاذ محمود، استاذن حضرتك، في ظل هذه التطورات الحاليه، هل وصلت الرساله المصريه الى العالم وقراها بوضوح، رساله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه لا حل لما يحدث الا بحل القضيه الفلسطينيه؟ بالتاكيد الرساله وصلت للعالم، وعشان كده العالم النهارده بيتعاون يعني بيحاول التعاون مع الدوله المتكرره، انه هي الصوت العاقل في هذا الاقليم. هي اللي قادره ان هي تبقى عندها علاقتها المميزه بكل الاطراف، تقدر تمارس الضغوط اللي ممكن الممكنه عشان توقف هذا النزيف. ولانه بالاساس استاذ محمود حضرتك معانا؟ قيام مع حضرتك، حضرتك سامعاني؟ اتفضل كده، سامع حضرتك. بقول لحضرتك انه لو في حاله عدم قيام الدوله الفلسطينيه، فاحنا في دائره مفرغه من الـ من الـ من التدهور، وفي دائره مفرغه من الارهاب. استاذ محمود يبدو في مشكله في الصوت للمنطقه. ده كله هنفضل في هذه الدائره طول ما الدوله الفلسطينيه مش موجوده. الدوله المصريه بتحاول تفهم ده لكل الاطراف الدوليه، وجود الدولة الفلسطينية هيحل كتير من المشاكل، لأنه الحل العسكري اللي بتقوم به إسرائيل دلوقتي قد فشل ولن يجدي شيئا. أنه ما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم حرب أيضا لن تجدي شيئا، سوى أنها تزيد النار وتزيد الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، ونلاقي نفسنا في نفس هذه الدائرة. إذا هدأت اليوم ستشتعل غدا، ودي مسألة حذرت منها الدولة المصرية، وأكدت أنه الحل لن يعبر إلا بإقامة الدولة الفلسطينية.